تحرص مملكة البحرين على استمرار طرح المزيد من المبادرات الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين بما يتوافق مع تطوير القطاع الصحي في المملكة وفق أعلى معايير الجودة والتميز. نعم، ويعد مشروع توسعة دائرة الحوادث والطوارئ في مجمع السلمانية الطبي من بين المبادرات التي تعكس اهتمام حكومة مملكة البحرين بتطوير الخدمات الصحية بمختلف أنواعها. الاهتمام بصحة المرضى وتقديم الرعاية الصحية لهم مفاهيم تحمل معها مسؤولية توفير كل ما يلزم لضمان راحة وخدمة المرضى على أكمل وجه. ومشروع توسعة دائرة الحوادث والطوارئ بمجمع السلمانية ذلك الصرح الطبي العريق الذي يشكل ركيزة أساسية ضمن منظومة الخدمات الصحية في المملكة، وتطوير الأقسام بداخله ينصب ضمن المشاريع الريادية التي تحقق إضافة نوعية لجودة الخدمات المقدمة على مستوى الفرد والمجتمع. طبعا في تحسن كبير في كفاءات التمريض عن سنتين قبل، وطبعا الحين وقت الانتظار في السلمانية خصوصا في الطوارئ بعد الافتتاح قلت نسبة الانتظار ب30% تقريبا، وهاي بسبب تصنيف الكندي أول شيء، وثاني شيء زيادة على غرف التصنيف للتمريض وللدكاترة. أنا كطبيب باطنية تحول علي الحالات في وقت أقل من الوقت اللي كان ممكن موجود قبل، حيث أن هاي سهل علينا إجراء نشوف المريض ونشخص حالتها ونقرر إذا مثلا هو كان يحتاج حق إدخال أو ما كان يحتاج حق إدخال. مع التوسعة الجديدة صار في عندنا زيادة غرف تصنيف حق التمريض، وغرف الاستشارة بعد صارت أكثر، فالمريض أول ما يدخل الطوارئ راح يتم تسجيله من قبل التسجيل، غرف التصنيف صارت أكثر فيتم تصنيف المريض بوقت أسرع. مشروع توسعة دائرة الحوادث والطوارئ يشكل إضافة مهمة ونوعية للقطاع الصحي، ولا تكتمل الصورة إلا بجهود الكوادر الطبية المميزة في مختلف التخصصات الذين يعملون بكل تفان وإخلاص ليتلقى المرضى الخدمة الصحية المطلوبة. ويكون دورنا تيسير حركة المرضى عن طريق تقليل وقت الانتظار وحل المشاكل والعقبات اللي تواجه المريض أثناء فترة تواجده، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمساعدة للمريض أثناء فترة تواجده في قسم الحوادث والطوارئ. دوري هنا في الطوارئ السلمانية مثلا نستقبل المرضى سواء من الإسعاف أو من التصنيف، ونقدم لهم الرعاية اللي يطلبها الدكتور من أدوية وتحاليل، نرسلهم حق الأشعة، بعدين نستمر في الرعاية لين ما يتقرر مصير المريض، هل راح يتخرج ويروح رخصة للبيت أو إنه راح يصير يترقد في المستشفى. توسعة دائرة الحوادث والطوارئ ترفع الطاقة الاستيعابية للأسرة من 80 سريرا إلى قرابة 120 سريرا، وتشمل التوسعة زيادة لأعداد غرف الاستشارة وغرف الإنعاش وغرف التصنيف إلى جانب عدد من غرف المعالجة، كما تشمل التوسعة وحدة منفصلة للأطفال ومنطقة انتظار تتسع ل 120 شخصا. توسعة قسم الحوادث والطوارئ في مجمع السلمانية الطبي يأتي ضمن المشاريع التطويرية لتحسين وتطوير المستشفيات الحكومية والخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين، ليتمكن مجمع السلمانية الطبي من توفير خدمات صحية شاملة ومتطورة وبجودة عالية. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.